السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندك بتزرع زراعة مائية أو عندك نباتات وتريد أن تنمو لها جذور بسرعة، طبق هذه الطريقة. طبعا تضع النبتة بجذورها السابقة أو بدون جذور، ولكن جزء من هذه النبتة أو جزء من الساق يكون في الماء، والجزء الأكبر يكون مدفون في التربة، بحيث أنه بعد أسبوع يتحول الساق المدفون في التربة والساق الموجود في الماء بالكامل إلى مجموع جذري. الجذور الموجودة في الماء تمتص كمية كبيرة من الماء، والجذور الموجودة في التربة تمتص كمية كبيرة من الأكسجين. وبهذه الطريقة يتشكل عندك نمو سريع وقوي. طبعا الطريقة جدا سهلة، ولكن في البداية لابد يكون الماء زائد لأنه التربة جافة، فنضع كمية ماء زائدة حتى تتشبع التربة كاملة بالماء. بعد ذلك نخفض مستوى سطح الماء ونجعل الماء على حافة الحوض، ونشاهد الآن بعد مرور 4 أيام بدأ الساق الموجود في الماء بإنبات جذور جديدة. هذه الجذور الموجودة في التربة الآن يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع بدون توفر الأكسجين. ولكي تستمر هذه الجذور سليمة لمدة طويلة، لابد أنها تحصل على الأكسجين من الماء، وذلك عن طريق تحريك الماء أو إعادة تدوير الماء. بعد أن تنتهي من عمل هذا النظام، تضع النظام بالكامل تحت الظل، ويكون المكان يحتوي على نسبة رطوبة جوية جيدة. وتستطيع أيضا إذا أحببت أن تنقلها الآن إلى حوض آخر أو إلى الأرض مباشرة. وإذا حبيت تتركها في هذا النظام لتكمل النمو، لابد أنك توفر لها الأكسجين والعناصر الغذائية في الماء. والسلام عليكم.